ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي 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 قوي. اول يوم لينا بعد ما رجعنا من مطروح، طبعا شايفين غزل ويزن اسمروا ازاي، صح يا زوزو؟ صح. وانتوا شايفين يا جماعه رجع من مطروح، بصوا ضرسي وارم جدا ومش عارفه اتكلم ولا عارفه اكل ولا عارفه اعمل اي حاجه خالص. بس كده يا جماعه، بصوا بقى دلوقتي احنا هنعمل ايه. احنا رايحين دلوقتي نتمشى، مش عارفه اكل مش عارفه اشرب، فقلت اروح اكل ام علي. انا جايبه ايه معايا؟ هتاخد السكوتر تمشي بيها في الشارع جنبي يعني واحنا ماشيين. ويزن عايز النطاطه. وانا ده محمد. وانا بمشي برجلي رجلي بتوجعني. هي مش رجلها بتوجعها ولا حاجه، جبت دال عليا يا جماعه عايز تاخد السكوتر، فقالت تجيبها في الموضوع ان هي رجلها بتوجعها، صح يا غزل؟ بس يا جماعه بصوا احنا رايحين دلوقتي ناكلوا معالي كلنا، انا ومحمد وحوده وسلمى وندى. احمد وندى مش معانا، وغزل طبعا ويزن. نجيب لهم ايس كريم او رز بلبن. هاكل رز بلبن. خلاص براحتكم اللي انتوا عايزينه. هاكل رز بلبن. ماشي يا زون اللي انت عايزه. بصوا بقى يا جماعه خليكم معانا. يا جماعه قولوا لي كده وانا تخينه شبه مين؟ يعني بصوا قسموا الجنب ده كده وانا تخينه، والجنب ده كده وانا رفيعه. قولوا لي بقى شبه مين كده وانا تخينه وانا رفيعه. اتريق عليا كلبه، اتريق عليا كلبه. هقول لكم حدا دلوقتي بيقول لي شبه مين، وانا لما خدي ورم هجيبه لكم ويقول لكم دلوقتي. استنوني بقى خليكم معانا. قبل ما نعمل الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات، فعلوا زر الجرس، اشتركوا في القناه، وصلوا لنا 250 الف مشترك. يلا يا جماعه، يلا غزل 250 الف مشترك، صح؟ صح صح. يلا وبقدم شكر خاص لميرفت. محمد بقدم شكر خاص لميرفت. يا ميرفت وبوجه لك تحيه عبر الفيديو، وشكرا ليكي جدا. ايه؟ وشكرا لك جدا ليكي يا ميرفت على الكومنتات. هات هتكلم على الكومنتات وعلى كل حاجه. ميرفت يا جماعه دي بنت صغيره عندها 13 سنه، كلمتنا النهارده طول النهار. انا عايزه اكلم غزل وعايزه اكلمكم، ورايها بتقول رايها في كل فيديو لينا بالظبط. يعني استني خلي محمد يكلمها في التليفون وخليها تكلمنا دلوقتي معاكم. واي حد عايز يتكلم كده يتكلم يعني، واحنا هنقول له اللي هنطلعه وهو بيكلمنا على التليفون. يا رب ترد. محمد عبال محمد اتصل بيها هرجع لكم تاني. بص يا جماعه انا معايا دلوقتي ميرفت على التليفون. ميرفت ازيك عامله ايه؟ قول لهم بقى يا ميرفت يعملوا لنا لايكات كتير وكومنتات بقى، قول لهم كلمه. يلا ربنا يخليكي يا ميرفت، وشكرا ليكي ولاهتمامك ولذوقك. انت بنت اموره وعسوله، وان شاء الله قولي اتكلمي قولي انت عايزاه. ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا ميرفت، ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، وان شاء الله ان شاء الله نعمل تجمع قريب وتكوني فيه ان شاء الله اول واحده. تسلمي يا ميرفت. شوفي بقى الفيديو بتاع بكره ان شاء الله، والمكالمه بتاعتك متسجله في الفيديو انتي على الهوا. ماشي يا ميرفت، عايزه حاجه حبيبتي؟ اه انا غزل ما لحقتش اكلمك. خدي يا غزوله كلامي ميرفت. وانا وانا الو يا غزل ازاي؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. انا بحبك قوي وكل شويه بتفرج عليك. شكرا. قولي لها تعالي 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 اقعدي معانا. اجي العب معاكي؟ اه تمام. ماشي هنستنوكي. خدي كلمي يزن. يلا يا يزن. يلا يا يزن. يلا كلمها يزن. تعالى. الحمد لله. الحمد لله. يا رب ربنا يخليكي يا ميرفت. يا رب امين يا رب. ربنا يخليكي يا ميرفت يا حبيبتي. اه باباهم مسافر والله. ربنا يفتحلكم بالسلامة يا رب. ربنا يخليك يا ميرفت، تسلمي يا رب. غزل مبسوط. بصي غزل اتبسطت قوي لما قلت ربنا يرجعهالكم بالسلامة. يا رب امين يا رب. ربنا يخليك يا ميرفت، تسلمي يا حبيبتي. امين. اه في عيد ميلادي. اه ما هو بعديها بكام يوم سافر على طول. يا رب. ربنا يخليك يا ميرفت يا حبيبتي. مين؟ تيتا مين؟ ماما بس احنا برا والله يا ميرفت. احنا برا. اه احنا في الشارع والله. ماشي يا حبيبتي. لما نرجع هخليها تكلمك. ماشي يا ميرفت. انا بفضل لحد الفجر.
خلاص ماشي يا حبيبتي، اول ما ارجع خليها اكلمك والله. اه يا حبيبتي اتفضلي. يعني بتتفرج بتجيب قنواتنا بالترتيب يعني صح؟ ماشي ربنا يخليك يا ميربت يا رب. ايه؟ ربنا يخليك يا ميربت ما تحرمش منك يا رب. خلاص يا حبيبتي ان شاء الله والله يا ميربت. شكرا جدا ليك يا حبيبتي. تسلم يا حبيبتي، باي باي. مع السلامة. دي مكالمتنا مع ميرفت. بس اي حد بقى عايز يكلمنا وطلع مكالمته كده على الفيديو. نعم هي اسمها طيبه ميرفت. ميرفت طيبه. ماشي بصوا يا جماعه، اي حد بقى عايز يكلمنا مكالمه نتكلم معاه كده في الفيديو يكلمنا، واحنا هنتصل بيه ونطلع مكالمته معانا في الفيديو. زي ما انتم شفتوا كده مكالمه ميرفت، والله هي بنت عندها 13 سنه اتكلمت انا عايزه اكلم غزل واكلم طنط ايه، وكلمتنا كلنا صراحه. ربنا يخليكي يا ميرفت وشكرا ليكي، وكفايه ان في حد بيحبنا كل الحب ده، وشكرا جدا ليكوا ولذوقك، وكملوا معانا بقى الفيديو. دلوقتي شايفني وانا شكل مين وانا خدي منفوخ؟ تشاوي وشي كده وهي ايوه في السناب شات يا جدعان، في منظر راجل لما بنت تعمل نفسها راجل او ولد يعمل نفسه بنت. ايوه شبه السناب شات، قلت السناب شات هتلاقوا ايوه شبه. لا انا شبه الراجل ده، انا لما بحط على السناب شات والله العظيم هقول محطوط على فكره على الفيديوهات، محطوط في الفيديوهات والله، وانا راجل حتى الناس قالوا لي شبه عبد الله وانت راجل شبه عبد الله. ايوه يا جدعان على الحقيقه النهارده كانت شبه عفاريت. سلمى وانا شبه مين؟ شبه السناب شات. انا ما قلتلكش بس السناب شات. طب طلبت ايه النهارده يا نبه؟ يا سلمى من عند عصاير المكتب. ام علاء بالقشطه. وحوده انت كمان محمد عبد ام علاء ولا ام علاء؟ ام علاء. ام حسين. ام علاء اكبر في السن. ندى بس محمد بس ايه النهارده؟ ام علاء. لا ام علاء يا بنتي اتفقنا زي ام علاء يا بنتي. ماشي غزوله طلبت ايه النهارده؟ رز بلبن؟ ويزن؟ مش رز بلبن، أرز باللبن من عند أم علاء وجواه حليب من عصير فكة الاستراتيجي. غزل ويزن؟ يزن؟ غزل؟ بتاكلوا ايه؟ رز بلبن؟ حلو ولا وحش؟ طب كلوه كله ماشي؟ طعمه اصلا حلو؟ ألف هنا وشفا. بصوا صالح رمز النكد، أخو يزن بالظبط. ومكة، صالح ومكة ويزن. والبنت حياة بقى. في إيه دلوقتي صالح بسرعة؟ لا 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 يا صالح، لا 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 أديني الفل، أديني الفل، لا 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 لا. الله أكبر يا صالح، الله أكبر، الله أكبر. صالح صالح بص، أيا بص هنا. أيا هي. بص يا صالح. مالك يا حبيبي بس بتعيط ليه أنت؟ عيطي ليه أنت بس؟ انا باكل معايا اصحابي. تاكل ايه يا يزن؟ معلم. مين؟ معلم. بصي بصي يزن بيقول ايه؟ يزن بتاكل ايه؟ معلم. ام معلم. طبعا يا جماعه عشان انا بقي فما اكلتش مش عارف اكل، فام علي طريه. عشان كده جوعت. حلوه؟ دي ام علي ولا ام علاء؟ لا ام علاء. انا ما خدتش ام علي بالحلاوه دي. ثواني بس ثواني، سيب اللحظه التاريخيه تتسجل. ثواني بص اللحظه التاريخيه هتتسجل. يا سلمى احلى ام علي كانت بصراحه. ها لا بتاعت سلوزي. خلصت يا جماعه، شكرا يا حوده جدا على التصوير الممتع. شكرا يا حوده جدا. بصوا يا جماعه دلوقتي انا لسه جعانه، فجبت ايه؟ فخفخينه اللي هي بتبقى ايه، مثلا عصير مانجا وعصير موز وعصير جوافه وعصير فراوله. مش عارفه اكل خالص ولا مش عارفه ابلع، وباخد مضاد حيوي وحاجات ولازم اكل. دوقي كده، دوقي يا سوزي. لا لا دوقي. لا ده والله عشان ما بتحبش الجوافه. غريب. في جوافه عشان خلاص يا يزن؟ اكمل بقى عشان جعانه قوي والله، وبعدين ارجع لكم. غزل
دلوقتي يا جماعه احنا رايحين السوق. بصوا بقى، انا اتفطرت واتغديت واتعشيت عند مكه لاني كنت جعانه جدا، مش عارفه اكل عشان ضرسي وجعني او بجد كنت عارفه اكل خالص. بصوا غزال سايق السكوتر اهي قدامي. السكوتر ده بالنسبه لها حياتها يعني، بتحبه خالص. بصوا يا جماعه احنا جينا السوق، انا جبت طبعا الخضره بتاعتي والفاكهه. عايزه ايه؟ يلا انتوا كل واحد واحده متفقين عليا والله يا جماعه. طب يلا خشوا فوق جيبوا ايه تاني. يلا ها انتوا هتجيبوا سويتس ولا تجيبوا لعب؟ عايزه افهم. في مارشميلو، اجيب لك مارشميلو. اه طب يلا. طيب يا غزل هتجيبي ايه؟ بصوا يا جماعه النصيجه الصغنونه دي طعمه يعني ايه؟ طعمه حلو. يزن جاب النص البطيخه وجاب مستيكه. ماشي وايه تاني؟ ها انا عايزه اجيب لبن. عايزين لبن؟ ماشي استني نجيب لبن. ماشي كده استنى كده نجيب لبن. لبن مراعي حلو قوي يا جماعه، لبن المراعي. ماشي بصوا يا جماعه، بعد ما خلصنا السوق وطلعنا ومروحين في الطريق وغزل خدوا السكوتر ويزن. انت مش باين يا يزن، خلينا لما اروح البيت. يزن خد اللعبه بتاعته لما نروح البيت. يا يزن غزوله، ده احنا يا جماعه وصلنا البيت والحاجات اللي احنا جبناها اهي. غزوله يلا عشان تاخد شاور. شين انت طبعا اتعشيتي رز بلبن، مش جعانه صح؟ صح جعانه. طب يلا عشان تاخدي شاور وتنامي على طول. يلا بينا يلا بينا. ماشي طب خدي شاور الاول. يلا بينا. احمد اهو قاعد لوحدك ليه يا احمد؟ بس في الركن البعيد الهادي. والله يا جماعه زهقت من العيال ومن ام العيال ومن الفيلا. ليه يا احمد؟ زهقت من الدنيا كلها. ليه يا احمد بس؟ العيال عاملين يعيطوا عاملين دوشه فوق ما تتخيلوا، لدرجه السكان كلها اشتكوا مننا. قول والله. والله كل الفيلا اللي جنبنا اشتكوا. بس احنا كنا بره ما سمعتش. ايه كل الفيلا اللي جنبنا اشتكوا يا جماعه. قال لك العيال بيصوتوا. انا معلش خلاص تعالى. اصل كندا بتقول لما يبقى العيال بيبقوا قاعدين معاك هم اللي بيعملوا دوشه، انت اللي بتخليهم يعملوا دوشه. سبتهم قلت لهم سكتيها وطلعت قعدت بره. معلش يا انا تعبت والله. خلاص شوفوا يا جماعه قعدت في الشارع اهو، بس ما اسمحش صوتهم ده. نعم تعالى ننقله فيلا تاني. ايه؟ تعالى ننقله فيلا تاني. سيبها على الله. سيبها على الله. انت زعلان كده ليه؟ خلاص والله سيبها. لا يا احمد لا، لا يا احمد لا. غزل ويزن خلوب يا ناس، خدوا شاورهم بقوا جمال يا ناس. دلو غزوله بك خلص. تصبحي على خير يا يزول. تصبح على خير. انت بتعمل ايه يا يزن؟ في حد بينام كده برضو؟ تصبح على خير يا يزن. تاني ايه؟ احنا جينا لعب بس عليهم مصاصه. وعليهم مصاصه؟ يا لهوي انا كلام جابوا لعب واكلوا رز بلبن. ايوه وام علي وفخفخينا وفخفخينا وتوتا توتا خسر ولا هلم معاهم. تصبح على خير. صالح داخل اهو. صالح كمان. يلا بص بص صالح لا تصبح على صالح. لا صالح بص يا فيروز. بص صالح بص صالح بص صالح صالح لا يا فيروز. معجنة يا زن ما تصورش. اوعى تخلوها يا زن. يا زن كنت فرحة خلاص. يا علي خدها هتنام معاهم النهارده؟ اه صالح بيكسب. تصبحوا على خير. يلا يلا يا حوده. يلا جود نايت. تصبح على خير. سلمى ايه سلمى ايه سكت الحاجة. احمد ما تنط معاهم يا يلا تصبحوا على خير. وانتم متقابلوا. يلا يلا يا غزل. بتصوروا العدسه فيها تراب اصلا. لا بس من الشاشه. بس انا مسحب ثواني يا جدعان. يا نهار اسود. ثواني. مسحب العدسه. كده حلوه؟ باينه. ولا كده باظت اكتر؟ لا حلوه خالص والله.
يلا يزن بنوع يزن يزن يا حبيبي يزن خيبك يا حبيبي طبعا انا بقى يزن بس في ايه يلا تصبح على خير يلا بينا باي خد احمد طبعا يا جماعه دخلت تنام قالت لي لا يا مامي انا جعانه عايزه اتعشى فطلبنا ايه بيتزا افتحي كده وريني يلا واو اتس سو سو يامي ها دي عشان الغطا ما يلزقش في البيتزايه فالجبنه تسيح لا حلو قوي يلا نبتدي يلا فيروز تعالي كل مع غزل ويزن يلا يا زون خدي كرسي هجيب لك كرسي حلو يلا يزن وغزل وفيروز يلا بسم الله طب يلا دي بيثبت الليل طب يلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يلا بسم الله بصي بعد ايه مصيطه لا اشيليها دي بقى بعد البيتزا بقى يلا